هل شرب الخمور وتدخين السجاير هل هذا حرام ولا تدخل في إثناء عمر الإنسان؟ السؤال ده معروف الإجابة عليه. هل المسيحية تحدد الناس؟ هل عمليات الإجهاض حرام في المسيح؟ عمليات الإجهاض هي عمليات قتل، بيقتلوا جنين كان ممكن يعيش ويبقى كائن حي في الوجود يعني، فهي عمليات قتل. ونحن لا نصرح بالإجهاض إلا في حالة واحدة، لو كان ولادة الجنين يتسبب في موت الأم فيبقى أمامنا الحرص على حياة أو حياة، حياة الأم وحياة الجنين، بنفضل حياة الأم لأنها كائن موجود والجنين لسه لم يخرج إلى الوجود.